10 دقائق اللي بتفتح اسمح لي بس 10 دقائق احنا نروح اذا بديش نتصور. والله جايبين هالاولاد الدنيا حر ومش عارفين نقعد في الدور، الكهرباء خفيفه واطي، فجينا من مخيم عين السلطان ونسبح هالاولاد خليهم يبردوا في هالصيام. انت شايف الواحد في الصيام من الوضع، يعني الجسم وضع الجسم مع الحراره مع شو اسمه متعب كثير، فالحمد لله رب العالمين الله يتقبل منا. واجينا نبرد وجو، انت عارف يعني هاي راس العين هي لاهل البلد، منبرد فيها ومنغير فيها جو، وجرح ما شاء الله ميتها بتجنن باردة، لأنه مية الدار زي النار، يعني مية الخزانات بتدوش فيها انت هيك انحرقت اصلا ما تدوش. فمنيجي يعني منغير جو، منغير جو للأولاد. جاي ابسط الاولاد في العين عشان اريحها دائما تشوف، وإشي زي شهر رمضان يستبردوا من هون للعصر الساعة 4 بنسهر حالنا بنروح بنحضر الاغراض وإشي وبنفطر، وكل يوم بنيجي هون على العين نبعة من سكان عين السلطان من اريحة. المنفس الوحيد في اريحة للسباحة هذه للناس الغلابة اللي زي افضالنا، يعني بدل ما ندفع دخولية هاي يعني بتوفر لنا وسائل انه الواحد ما يقدرش انه بدي اخذ 6 اولاد على النبعه بدي ادفع حركه 60 شيكل 70 شيكل غير المواصلات. نيجي مشي بنلم اولاد الحاره ونيجي نستبرد هون وبنبسطوا بكيفوا، بروحوش مناطق تانية تكون يعني مضره، وانا بكون كبير فيهم بدير بالي على اولاد 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 جيراننا، يعني هاي ما شاء الله عنهم بيسبحوا ومبسوطين. خليك راكب، عاد انت الزلمه خليك انا ضربت ما خليك يا بصمه.